يا شباب قدر المستطاع بحاول أوقف لكم هنا لأنه داخل الصالة هنا ما في شبكة، هناك مكان الكراسي مكان ما أنا جالس ما في شبكة، اللايف يقطع، فبحاول أوقف لكم هنا قدر المستطاع. شو هذه السيارات اللي داخل المزاد الآن؟ هلا هلا ابو نوره، خليك مستعد بكره يا ابو نوره، مستعد ولا هونت؟ ربنا يستر. انا طلعت برا هنا لانه جوا ما في، هنا في الصاله ما في شبكه. هلا دكتور حودان منور، كيف الحلال وكيف اليف؟ ابشر ابشر بكره الكوبرا. السبعة وسبعين 6.9 مزاد اليوم الان داخل. الشافي هذا اللي صورته لكم. أكثر شيء سيارات الأمريكية الخمسينات الأربعينات، الكورفيت هذا الكشف بعد شوية. كادلك الكوبي بعد شويه كذلك. اريكم 57 كم سعر متوقع؟ 25 35. شوفوا هذا الكورفيت زودنا عليه لما 8000 بروجكت، هذا مو شغال 68 انباع 8500، يبغى له تجديد صبغ وماكينه وكل شيء. طريقة المزاد أبدي الغالي، تواصل معنا على الأرقام وكلم الشباب في المكتب ونفحص لك السيارة، احنا وجودنا هنا نفحص لك السيارة، نعطيك سعر تقريبي، نعطيك يعني خبرتنا في السيارة شو الملاحظات، كذلك نخلص لك الشحن الداخلي والدولي. طيب خلونا نوريكم سيارات بكرة. هذه اكثرها هنا بروجكت كانت في مستودع مغلق، حتى بعضها جابوها بترابها الله يكرمكم، يعني ما نفضوا ولا غسلوا ولا شيء. اللي يبغى له شيء بروجكت او شيء يجي هنا. مزاد بكره هذه، شوف الغبار حتى كيف. خشب كله خشب هنا، بلكاش يسمون ربعنا. ريحة الجلد في الكلاسيك والخشب يا شيخ كأنه عطر، المفروض هذا العطر ينتج يسمون الكلاسيك كذا، لا أحد يجيب لك عطر ثاني الكلاسيك غير هذا، خشب وجلد قديم يا سلام. صدقوني يسألوني أنا أعرف الريحة، أنا 24 ساعة بين السيارات دي. هذه كشف، شوف هذه بروجكت راح يكون فيها أسعار حلوة بكرة. تصوير واضح يا شباب، أعطوني لوكي، شوفوا هذا بروجكت يحتاج له صبغ، شوفوا كيف لما نقول لكم هذا يحتاج له صبغ. 30 موديل 30 موديل A من 8 إلى 12 السعر تقريبي. اللي يبغى شيء يجدد ويطقطق عليه كذا يفكفك يصبغ هو في البيت هذا هو.
كروسلي زي الحوض، بس هذه غمارتين يعني سيتين بالخلف وكشف برضو بروجكت. ايش هذا؟ هذا الماكينة هنا توقعها تنباع ما بين 5,000-6,000. وهذه سيارات بكرة كوبي كشف. عندكم الفورد البلكاش اللي هنا، شوفوا عاد هذه من الأشياء النادرة. موستنج بكرة، هذه من الأشياء النادرة لأنه يجيك زي الكشف، بعضها مغطاة. طبعا عزيزي المشاهد، إذا مالك في الكلاسيك صدقني راح تشوف هذه خردة وقرنبة. بالنسبة لنا حنا صدقني إن هذه شيء جميل، بغض النظر على الفلوس المادة سيبه، لا الوقفة، التاريخ، الشكل، هذه تعني لنا الشيء الكثير. 4 سلندر. هنا البليت تشوفوها، هذا كشف اوتوماتيك 8 سلندر. شوف الثندر بيرد، هذا برضه مشروع تجديد. شوف البيتل، شوف السيارات الصغيرة دي الجميلة. بيتل هذا موديل الستينات إذا ما خاب ظني. شوف الجميلة هذه، دركسون يمين بس هذا دركسون يسار. شوف السيارات صغيرة، سيارات رجل. اوتوبانشي 18-25. هلا أستاذ عمر، يا مرحبا يا مرحبا. قاعدين نصور وزي ما انت شايف. أمرني الغالي، تواصل معنا على الواتساب أو الاتصال، اللي في المكتب راح يردوا عليك. وأبشر، أمرني الغالي. البي ام في ثنتين راح تدخل، شيء جميل. 3.0 CS، البي ام دبليو. هذا مزاد بكرة. أربعة وسبعين 3.0 CS، من 40 ل 50. مو شرط، ممكن ما أجيب السعر ذا. شو ذا؟ المهم أمرني يا أخوي عمر، كيف أقدر أخدمك الغالي؟ طيب نكمل الجولة. أبو نور موجود معنا؟ الكوبرا بكرة، الله يسعدك يا مرحبا منور. الكوبرا بكرة، خليك مستعد، راح نشيك لك الكامل. هذه الماكينة بسم الله. أيوة قفلنا على الكشاف. طيب هذا هو زاد بكرة. ستة وستين سعر متوقع من 30 ل 35. طيب نكمل. اللون البني يا سلام، جميل جدا. لا مش كوبرا أصلي، ربلكا.
طيب عندكم البنتلي 93 كونتيننتال ار 30 ل 40 الداخلية. يا اخوان التواصل على الواتساب، تواصل على الواتساب، الشباب راح يردوا عليكم جميع اسئلتكم استفساراتكم الكل ان شاء الله. هنا في اللايف ما يمدينا، قاعد اغطي، بس ابشروا ديل 77 صار متوقع 75% 911 ريس كار. هذا الدركسون، الدركسون يجي هناك يا شباب، ينفك عادي ريس كار يا شباب. حبيب حبيب الكشاف ذا يساعدنا بس نشوف الأجزاء اللي ما توضح لنا، فهمت علي؟ بس ما تشيل هم، نصيد نصيد إن شاء الله كل شيء. طيب أحاول أغطي لكم الكل الحين، خلونا نجي من هنا. الام جي بي ام، طيب ناش، خلوني اوريكم الصالة الثانية. موستنج هذا اوفيشال بيس كار غير عادي، شوف الممشى كم 79 من 14 ل 18. الممشى 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 وين وين لسه مسجلين، راح نشوفه. شوف شوف توقع ستينات المفروض، ايه 67، تخيلوا من كم، من 10 ل 14 كنت من 17 67. جميل اسود واحمر، هذا ثندر بيرد بروجكت برضه. هذه دخلت مزاد الدمبر اظنها انباعت، راح نتاكد هنتأكد الحين بعد شوية. بس أنا لو وصلت هنا عند الوير هاوس المستودع يقطع البث يا شباب، فعشان زي كذا أبرجع لكم. أوكي خلوكم قريبين.